فإن الأمر يأتي وله أربع صيغ: صيغة افعل، والصيغة الثانية المصدر النائب عن فعله كقوله تعالى: فضرب الرقاب، يعني اضرب الرقاب. الثالث اسم فعل الأمر كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، عليكم يعني الزموا. والصيغة الرابعة هي الفعل المضارع مع لام الأمر كما في هذا الحديث: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. أما النهي فله صيغة واحدة وهو الفعل المضارع المسبوق بلا الناهية، فقوله عليه الصلاة والسلام: فلا يعصه، لا هنا ناهية دخلت على الفعل المضارع. والأصل في النهي هو التحريم، إلا إذا ورد دليل يخرج هذا النهي عن التحريم إلى الكراهة، وإلا فالأصل في النهي التحريم، كما أن الأصل في الأمر هو الوجوب.